التجربة كانت جدا جدا رائعة وفريدة يعني من نوعها. في حياتي ما توقعت أني في يوم بسبح مع فقمة في البحر، يعني مش في أكواريوم ولا في حديقة حيوان. عدد الفقمات كان كبير كبير كبير، يعني صراحة يعني اندهشت يعني بالمئات وحاولت شيء بكل مكان يمين يسار، وكل فقمة لها رياكشن معين يعني لها طريقة غير عن فقمة ثانية. في الفضولية اللي بتيجي، في اللي بتهرب، في اللي يعني من بعيد تشوف، كان يعني شيء جدا جميل يعني. بس في بعضهم كانوا يخوفون، يعني كانوا يقربون ويشتحونها لجهم، كنت أتحرى إنه بيعضوني ولا شيء، بس إنه كانوا يلعبون. ما تعتبر فقط خطرة، ولكن إذا حست بالخطر ولا أن قربتي مثلا من أطفال ولا شيء من الفقمات الصغار، ولا حست بأنك أنت بتعادينها ولا شيء، قد يكونوا خطيرين يعني. والله التجربة جدا جدا جميلة وفريدة، يعني يمكن هذه ما تسوى إلا في كيبتان، ما أعرف يعني ما سويت ريسيرش، بس اللي أعرفه بس في كيبتان. أي حد بيسافر كيبتان أنصحه يعني يجربها بسيطة، يعني الواحد ما يحتاج لا سكوبا دايفنج ولا فري دايفنج ولا شيء، بس تسبحين يعني فوق الماي، تحطين الجوجل وتشوفين الفقمات وتلعبين معاهم. بس المشكلة الوحيدة اللي هو البرد يعني، غير كذي أنصح كل حد يعني يجربها.